بينما يقترب الأوروبيون من الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، تتزايد المخاوف بشدة لصعود الأحزاب اليمينية المتشددة. يرى مراقبون أن هناك فرصة كبيرة لأن تحقق الأحزاب اليمينية مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 دولة أوروبية تشكل عماد الاتحاد. وبحسب أحدث استطلاعات الرأي، فإن الشعبويين اليمينيين سيتصدرون في 9 دول على الأقل، فيما ستنافس على المركزين الثاني والثالث في 9 دول أخرى، ما يعني أن أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا ستتمكن من انتزاع النصيب الأكبر من المقاعد في 18 دولة، ما سيسمح لهم بمنع تمرير المقترحات التشريعية التي يتقدم لها الاتحاد الأوروبي. هذا من شأنه أن يتسبب في تصدع في داخل التكتل وفي أن يؤثر على أمن الدول الأعضاء كذلك، بحسب تصريحات لمسؤولين أوروبيين وليس لمحللين. من هنا بدأ قادة أوروبا في دق ناقوس الخطر. دعونا نستمع لما قاله المستشار الألماني أولاف شولتز. إن الهجمات على ديمقراطيتنا تثير قلقنا جميعا، ولهذا السبب لا نقف مكتوفي الأيدي عندما يتعرض المسؤولون أو الناشطون أو المتطوعون لهجمات وحشية وعندما يتم استهداف الانتخابات الأوروبية. أوروبا الموحدة أثمن من أن تترك لأولئك الذين يريدون تدميرها. بعض الشعبويين يدعون ألمانيا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، ويرى آخرون أن رئيس روسيا بوتين ورئيس الصين شي جين بينغ قدوة لأوروبا، وما زال آخرون يريدون تفكيكها. إذن ما هو خطاب أحزاب أقصى اليمين الذي يثير كل هذه المخاوف في الداخل الأوروبي ويهدد مستقبل التكتل؟ يمثل ملف الهجرة لأسباب دينية جوهر القضايا التي تتبناها هذه الأحزاب. فعلى الرغم من أنها لا ترحب بالمهاجرين بصورة عامة، إلا أنها لا ترحب على الأخص بالمهاجرين المسلمين. ليس هذا كل شيء، إنما تتبنى هذه الأحزاب خطاب أكثر عدواني يحض على الإسلاموفوبيا، إضافة إلى النزعة القومية المفرطة كما الحال في بلجيكا، وهو ما يهدد التماسك المجتمعي في أوروبا ككل. تستند هذه الأحزاب في صعودها الذي قد يكون غير مسبوق هذه المرة إلى الإحباط الذي يعاني منه ناخب الأحزاب التقليدية. فبالنسبة إليهم لا تلتزم هذه الأحزاب بوعودها الانتخابية ما إن تصل إلى السلطة، خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة يتغير كل شيء. هذا الخطر أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تضم بلاده أكبر جالية مسلمة في أوروبا. يقول ماكرون صعود التنظيم الشعبوي يمثل خطر على وحدة أوروبا. شاركت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ماكرون هذه المخاوف، إذ أكدت على أن الديمقراطية الليبرالية في أوروبا تواجه تحديات لم تشهدها منذ عقود بالديمقراطية الليبية. معنا من باريس جان مسيحة، المرشح للانتخابات الأوروبية عن لائحة حزب الاستعادة اليميني. أهلا وسهلا بك معنا. أولا، هل هناك ما تعارض فيما قلناه من المبادئ الأساسية التي تعملون وفقها؟ مساء الخير. أولا، إحنا في دول أوروبية ديمقراطية، بمعنى أن الشعوب لديها الحرية أن تعبر عن الانتخاب، فإحنا ممكن نتخاوف على النتائج ونقول في أحزاب شعبوية هتكسب الانتخابات يعني هتكسب عدد كبير من المقاعد في البرلمان الأوروبي، ده شيء. لكن هل نستطيع وقت من الأوقات أن احنا نتوقف ونحاول نفهم لماذا هذه الأحزاب أو الحزب اللي أنا بمثله وصل لهذه النتائج؟ يعني في شيء حصل بيؤدي إلى هذا الانتخاب الديمقراطي. وهو شو اللي حصل؟ اللي حصل إن إحنا يعني خارجين من 40 سنة في فرنسا مثلا، بيدخل كل عام في فرنسا 500,000 أجنبي شرعي وغير شرعي. يعني إحنا كده بنتكلم في كل 5 سنين بيخش في فرنسا معادل العاصمة الفرنسية من المهاجرين. طيب، هل فرنسا عندها الإمكانية أن تستقبل كل الناس دي وتدمجهم إلى مجتمعها؟ لا طبعا. أي بلد في العالم لما يدخلها هذه المقاييس من المهاجرين بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تهتك الأنسجة الوطنية،
بيؤدي إلى تزلزل الأنسجة الوطنية، وطبعا ده بيخوف الشعوب اللي هي الشعوب التاريخية اللي هي ساكنة في أوروبا وفي البلاد الأوروبية منذ زمان، وده بيؤدي إلى الانتخاب. شو الشعوب التاريخية يعني؟ أنا بتوعد ما هن اللاجئين بأعراف ومبادئ وقيم هذه الدول الأوروبية اللي عم تحكي عنها جزء من النسيج المجتمعي، وصاروا جزء من المجتمع وجزء من الدولة، وعم بيصيروا وزراء ونواب ومسؤولين وعم يوصلوا لأعلى المناصب. ليش عم تتعامل مع اللاجئين على أنهم إرهابيين وعلى أنهم خطر يهتك النسيج المجتمعي وهم جزء من المجتمع؟ حضرتك بتوضع على لساني كلام أنا ما قلتوش. أنا ما قلتش إن كل المهاجرين إرهابيين، وما قلتش إن كل المهاجرين ليست فرنسا أو البلاد دول الأوروبية مش محتاجة لهم. أنا بقول إن في طبعا مهاجرين مثل حالتي. أنا نفسي كنت مهاجر من 40 سنة. أيوة. لما أهلي وصلوا في فرنسا واندمجت، وفي يعني أمثلة كثيرة من المهاجرين، بس مع الأسف الكثافة الهجرة ما بتسمحش إن الآن، يعني زمان لما كانت الهجرة على إطار معين وإطار يعني خفيف كان ممكن الاندماج بيبقى أسهل، ولا لما كانوا بعضهم أي مجتمع في العالم يا أستاذ مسيحة؟ أكيد. ما هو طبعا يعني أنا مثلا يعني أنت هل تنكر أن أنت لما تكون يعني إنسان مسلم مش أسهل لك أن أنت تروح لدولة إسلامية، ولا أسهل لك أن أنت تهاجر لدولة بوذية؟ أكيد أن يعني أنت تبني بتلعب ما هو كل ضيف يأتي ويقول أنتم تضعون على لساننا. ما هو شو الاستنتاج؟ المشاهد بيستنتج من كلام الضيف، وهذا واجبنا أن ننقل هذا الاستنتاج، لأنه من واجب الضيف أن يحاول أن يغلف إجاباته بطريقة لا تبديه خاضعا للاتهامات التي توجه إليكم بالعنصرية. حضرتك يجوز ان انت ما تعرفنيش كويس، لان انا مش متعود ان انا ما اقولش الكلام اللي انا بفكره او ما احكيش اللي على قلبي. انا بقول لك أنا الحقيقه وبقول لك اللي احنا بنقوله. انا فاهم. انا كلامي واضح. احنا ما بنكافحش لا الاسلام ولا المسلمين. احنا بنكافح بعض الجمعيات اللي ذات نفوذ كبيرة على الاجتماعات الأوروبية، بتحاول تأسلم الاجتماعات الأوروبية، والجمعيات دي انت عارفها كويس، والمملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية من الإمارات أو مصر تكافح هذه الجمعيات الإخوانجية اللي بتحاول تطبق سياسة سيد قطب، واخد بالك، في غزو مجتمعات غير إسلامية، وده بيبدأ خلينا من الدول العربية نفسيهم. هي تخوض معاركها يعني واضحة في بياناتها وفي سياساتها في هذا المجال. عم نحكي عن دول أوروبية الآن. أنت تتهم المؤسسات العميقة ومؤسسات الدولة الأوروبية بأنها خاضعة لمثل هذه الانتهاكات التي تحاول جماعات إسلامية أن تقوم بها في داخل أوروبا، في تتركها. أنت عارف، أنت تعلم كويس أن مثلا في البرلمان الأوروبي حصل قريبا ما يدعى عليه الكتر جيت، في فلوس كتيرة اتصرفت عن بعض الدول عشان يعني تتمكن هذه الدول من تعميق تأثيرها على البرلمان الأوروبي وعلى السياسات الأوروبية. إذن باختصار، ما الذي تحاربونه بالضبط الآن؟ ما الذي تحاربونه؟ وماذا تقول لمن يتهمكم بمحاربة المهاجرين المسلمين تحديدا؟ بص أقول لك حاجة. الجمعيات الإخوانجية والسلفية في الأول بتعمل غزو على المسلمين نفسيهم. يعني إحنا عندنا في مسلمين بتموت عشان مثلا يعني مش قادرين تفرقوا، يعني أو مثلا مشكلتكم مع المسلمين ككل، ولا لا مشكلتنا مع الناس اللي بتحاول تأسلم بالعافية المجتمع الأوروبي. أولا للمسلمين واضح جدا. انتهى وقتي نهائيا. شكرا جزيلا لك. لنا لقاءات أخرى. شكرا للمشاهدين أيضا للمتابعة، وإلى اللقاء.